السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم لشرح مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفصل الدراسي الأول. النهاردة إن شاء الله هنكمل درسين من المحور الثاني اللي هو كان اسمه احتياطات السلامة الرقمية، يعني إزاي تحتاط أثناء استخدامك للإنترنت. تمام، هي وسائل الاحتياطات والسلامة اللي ممكن تستخدمها أثناء استخدامك للإنترنت. الدرس اسمه الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومة على شبكة الإنترنت، والدرس السادس من بإمكانه مساعدتك في حل مشكلاتك أثناء استخدامك شبكة الإنترنت. تمام، الدرس الخامس للاطلاع فقط، يعني أنت مش مطالب بيه في الامتحان، مطالب بس ان انت تعرف المعلومات كمعلومات إسرائيلية اللي هو الدرس الخامس. تمام، طيب تعالوا دلوقتي نشوف ايه هي الحاجات اللي في الدرس الخامس. احنا ان شاء الله في الدرس الخامس هناخد ايه هي انواع المعلومات اللي ممكن تحصل عليها من خلال شبكة الانترنت. تمام، وازاي تصنف المعلومة، هي معلومة موثوق فيها او غير موثوق فيها، يعني هنشوف ايه الفرق ما بين المعلومات الموثوق فيها والغير موثوق فيها، وازاي انا كشخص اعرف ان المعلومه دي موثوق فيها او غير موثوق فيها. وهناخد في الاخر مثال لبعض المواقع على شبكه الانترنت من المواقع الموثوق فيها اللي ممكن تاخد منه المعلومات. تمام، لان المعلومات اللي فيه بتبقى متراجعه، تم مراجعتها فتم توثيقها. تمام كده، طيب تعالوا نشوف الدرس. احنا طبعا قلنا ان الدرس ده اسرائيلي، المعلومات اللي فيه اسرائيليه. تمام، الدرس بيقول لك ايه؟ اول حاجه في الدرس بتقول لك ان انت لما بتستخدم الانترنت، المصادر اللي موجوده على الانترنت اللي انت بتجيب منها المعلومات كتير، وبتديك معلومات كتير لا تعد ولا تحصى، يعني معلومات بكميه هائله. طب المعلومات اللي انت بتحصل عليها نتيجه البحث ممكن تكون ذات مصداقيه من مصادر موثوق فيها. تمام، يعني بتبقى مصداقية، يعني المعلومة صادقة، يعني المعلومة صحيحة، كلمة موثوق فيها يعني تم مراجعتها وتقال إن المعلومة صحيحة. تمام، وممكن برضو في بعض الأحيان تعثر على بعض المعلومات الغير صحيحة. المعلومات دي ممكن بتكون آراء شخصية، يعني مثلا دخلت على مدونة من المدونات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، المدونة دي موقع كده الناس بتخش فيه، كل واحد بيقول رأيه في موضوع معين، فكل واحد بيتكلم عن رأيه الشخصي، فرأيه الشخصي ده ممكن يكون ايه، ده رأي شخصي، يعني ممكن ياخد جانب الصدق أو جانب الكذب. تمام، لأنه رأي شخصي. تمام، ممكن كمان تلاقي معلومات في الإنترنت من أخبار قديمة، يعني وأنت مثلا بتدور على خبر تلاقي الخبر ده متعملوش ابديت او تحديث من زمان، فانت ممكن تحصل على خبر قديم، والخبر دوت ممكن يخليك بناء عليه تعمل حاجه معينه، فبالتالي لازم دايما تتاكد ان المعلومات اللي موجوده على الانترنت حديثه ولا لا. ممكن تتعرض لك المعلومه اكاذيب، يعني ممكن اي حد ممكن يالف اي حاجه ويحطها كمعلومه على الانترنت، وانت للاسف لما بتعمل سيرش او بحث بتطلع لك المعلومه الكاذبه وانت ما تعرفش ان هي كاذبه. تمام، وفي بعض الاحيان في بعض الأحيان من الممكن إنك تحصل على معلومة إيه خاطئة، يبقى المعلومات اللي أنت ممكن توجدها على شبكة الإنترنت يا إما معلومة صحيحة يا إما معلومة غير صحيحة. الصحيحة بتبقى من مصادر موثوق فيها، يا إما معلومة خاطئة من مصادر غير موثوق فيها. وقلنا كلمة موثوق فيها يعني تم مراجعة المعلومة والتأكد من سلامة صحتها. تمام كده، طيب واحنا قلنا ان في حاجه اسمها المدونات بتبقى فيها من المصادر غير الموثوق فيها، لان اغلبيه اللي بيبقى موجود في المدونات بتبقى اراء شخصيه من الناس، كل واحد بيخش يقول رايه. مثلا في موقع بيتكلم عن الكوره، فالناس كلها بتدخل تقول ايه رايها في الماتش الفلاني او في الموضوع الفلاني. تمام كده، فبيبقى رايه الشخصي، فبيحتمل الكذب او الصدق، يعني ما بيبقاش متعرفش ان هو صحيح او غير صحيح. تمام كده، طيب انت بقى علشان تتاكد ان المعلومه صحيحه، احنا عرفنا ان في معلومات صحيحه ومعلومات غير صحيحه، معلومات موثقه ومعلومات غير ايه موثقه. تمام، عشان تفرق ما بين الاثنين، في بعض الحاجات انت لما بتاخد المعلومه تقولها مع نفسك كده،
تمام، تأكد من ان تاريخ النشر حديث. طبعا احنا لسه قايلين لان ممكن في بعض المعلومات تبقى محطوطة على شبكة الانترنت وتبقى ما تمش ما بيتعمل لهاش ابديت او تحديث، فبتبقى مثلا زي مثلا مجال التكنولوجيا اللي احنا فيه، مجال التكنولوجيا اللي احنا فيه ده بيبقى ايه، حاجات بيحصل لها ابديت وبتظهر حاجات حديثة ما بين ساعة والتانية، تمام. فانت ممكن مثلا بتبقى تسأل على نوع موبايل مثلا يعني، فيجيب لك انواع موبايل في مكان ما تمش تحديث وظهرت احدث منها. لا، انت لازم تتاكد المكان اللي نشر الخبر ده تاريخ النشر بتاعه حديث او قديم. دي برضو من الحاجات اللي بتخليك تتاكد من برضو ان المعلومه ايه تم مراجعتها او لا. دقق في هويه المؤلفين. طبعا انت ما تجيب مثلا كتاب من على الانترنت، بتعمل بحث او سيرشنج على مثلا معلومه معينه، فممكن تطلع المعلومه من مقال. طيب هو المقال اللي موجود دوت مين اللي كاتبه؟ تتاكد من هويه المؤلف. اذا كان مؤلف معروف يبقى عنده خبره، وبالتالي يبقى المعلومه اللي انت هتاخدها معلومه موثوق فيها. تمام. كمان برضو بتقدر تميز ازاي المصادر الموثوق فيها، دايما بتبقى مكتوبه بشكل دقيق وخالي من الاخطاء، وخاليها تقريبا من الاخطاء. يعني ممكن لو لقيت تلاقي حاجه بسيطه جدا، لكن ليه بقى؟ لان هي تم مراجعه المعلومه اللي محطوطه في المكان ده، فبالتالي واثناء مراجعتها فالحاجات لو في حاجه خطا سواء في مثلا اخطاء نحويه او اخطاء كتابيه بيتم تعديلها، تمام. فانت برضو من المصادر الموثوق فيها بتلاقيها خاليه تقريبا من الاخطاء، تمام. كمان ان المصادر الموثوق فيها بتتميز بمستوى ايه، عالي من الاحترافيه. يعني الصفحه اللي بيبقى فيها المعلومه طبعا بيبقى عالي من مستوى عالي من الاحترافيه، يعني بتحس ان الشخص اللي عامل لك الصفحه عشان يحط لك فيها معلومه معينه عاملها بمستوى كويس، بحيث ان هو يجذب ايه، يجذب الناس، تمام. يبقى انت وانت عايز تفرق ما بين المعلومة اللي هي موثوق فيها او غير موثوق فيها، لابد ان انت وانت بتجيب المعلومة من على الانترنت تحاول تختبر الحاجات ديت في المعلومة. من الحاجات كمان اللي ممكن تقول لك ان المعلومة دي موثوق فيها او غير موثوق فيها، في بعض المواقع لما بتخشها تمام بيبقى عنوان الموقع مكتوب فوق في الادرس بار اللي هو شريط العنوان في جوجل، تمام. لو انت لقيت في اخر العنوان، تمام، في اخر العنوان خالص بيبقى فيه دوت كده نقطه وفيه 3 احرف، كل حرف من كل 3 احرف بيدلوا على المجال اللي شغال فيه الموقع او اللي بيعمل فيه الموقع اللي انت داخله. يعني مثلا كلمه كوميرشال اللي هي تجاري اللي هي اختصار COM، يبقى لو انت داخل على موقع او الموقع ده اللي بيديك المعلومه اخره بينتهي اسم في العنوان بتاع الموقع، زي ما انتم شايفين مثلا دي مواقع كده، تمام، دي مواقع على الانترنت وده العنوان بتاعها، وفي الاخر في مثلا دوت كوم دوت اورج دوت جاف دوت اي دي يو، تمام. الحاجات دي من الحاجات دي برضو اللي هي ده بنسميها مجال او التخصص اللي الموقع بيعمل فيه. مثلا www.microsoft.com يبقى ده مجال تجاري، يبقى الموقع ده بيبيع لك حاجه او بيعرض لك منتج عنده، تمام، يبقى بيبيع وبيشتري، تمام. دوت جاف جاف اللي هي جوفرنمنت اللي هي حكومه، يبقى ده بيعرض لك حاجه تبع الجهه او وزاره حكوميه. واي دي يو اللي هي education يعني educational تعليمي، تمام، يبقى بيقدم لك حاجه خاصه بالتعليم لمدرسه مثلا او جامعه، تمام. فطبعا انا ممكن افرق في المعلومه ان هي موثوق فيها او غير موثوق فيها بالموقع اللي بيديني المعلومه. انت طبعا بيديك لينكات كتير، لو اللينك اللي انت داخله خدت بالك من الاند بتاعت الموقع الادرس ده بتاع العنوان كانت حاجه من دول، ممكن تفرق ان المعلومه كانت موثوق فيها او لا. ازاي؟ بص معايا، المواقع الإلكترونية اللي ينتهي الرابط بتاعها بدوت كوم، طبعا دي شركات تهدف للربح، يعني ايه؟ عايزة تكسب. فممكن في بعض الأحيان تعرض لك حاجة مش حقيقية، يعني مثلا عشان تجذبك تروح لها، يبقى مثلا المنتج مش 100% فهتقول لك ده المنتج 100%، فهي شركة بتهدف للربح، ما هي بتبيع وبتشتري كوميرشال تجارية، تمام. فبينتهي الموقع بتاعها بدوت كوم، لو انت لقيته بينتهي بدوت كوم المعلومة اللي فيه it may be تراستد، يعني ممكن تكون موثوق فيها، يمكن ان تكون من الممكن ان هي تكون ايه موثوق فيها، ممكن ومش ممكن، يعني احتمال ان هي ما تكونش المعلومه موثوق فيها برضو موجود، يعني اه او لا،
تمام. المواقع بقى اللي بتنتهي بالاورج والايديو ايديو او الجاف، دول بتتمتع بدرجه عاليه من المصداقيه، يعني المعلومه اللي تجيبها منهم، يعني مثلا موقع الوزاره moe.gov اللي هو دوت government، يعني موقع حكومي، اكيد موقع الوزاره المعلومات اللي هتحطها فيه، مواعيد مثلا امتحانات، دروس تعليميه وهكذا، بتبقى المعلومه اللي محطوطه فيه تم مراجعتها للتاكد من صحتها، فبالتالي بتبقى المعلومه تتميز بمصداقيه. يبقى احنا دلوقتي قدرت انت تعرف ازاي تفرق ما بين المعلومه ان هي ذات مصداقيه او على درجه عاليه من المصداقيه او لا، بالموقع اللي انت داخله، يا اما لو كان بينتهي باي حاجه من دول، دول تبقى ممكن وممكن، لو بينتهي بحاجه من دول يبقى اكيد بيتمتع بدرجه عاليه من المصداقيه، الى جانب الحاجات اللي احنا قلناها من شويه اللي هي لازم يكون تاريخ النشر حديث، و تتأكد من المؤلف اللي عرض المعلومة وهكذا. دي من الحاجات اللي بتخليك تميز إن المعلومة اللي أنت جايبها من الموقع ده هي معلومة موثوق فيها ولا لا، وقلنا موثوق فيها يعني تم إيه؟ مراجعتها، تمام كده؟ يبقى ده الدرس الإيه؟ الخامس، تمام؟ هناخد بقى مثال لموقع من المواقع المهمة جدا جدا اللي الناس كلها بتتعامل بيه دلوقتي، اللي هو بنك المعرفة المصري، اللي هو Egyptian Knowledge Bank، اللي هو اختصار EKB، اللي هو Egyptian Knowledge Bank. Egyptian Knowledge Bank، بنك المعرفة المصري، طبعا من المواقع، يعني احنا بنسميه أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم، بيحتوي على العديد من المصادر، مصادر فيها معلومات هائلة، طبعا أكيد المصادر اللي موجودة فيه تم مراجعتها، تمام. في اي حاجه بتتحط في المكتبه دي بيتم مراجعتها، تمام. وهو ده خاص بالمواطنين المصريين، ممكن تسجل فيه، ممكن تسجل فيه مجانا، تمام. قلنا بيحتوي على موضوعات هائله، على مواد في موضوعات مختلفه، وطبعا زي ما احنا قلنا اتاكدنا من دقه المعلومات اللي موجوده فيه، يبقى بنك المعرفه المصري بيقدم لك معلومه ذات ايه؟ ذات مصداقيه، او معلومه موثوق فيها لان تم ايه؟ مراجعتها. يبقى من الامثله للمواقع اللي ممكن تدخل تاخد المعلومه منه وانت مغمض، بنك المعرفه المصري، تمام؟ طيب ده شكل بنك المعرفه المصري، ممكن تعمل فيه حساب وممكن تطلب منه معلومات في اي ايه؟ في اي وقت، تمام كده؟ طيب ده كان الدرس الايه؟ الخامس. قلنا طبعا مش هندي اسئله لان الحاجات اللي فيه للاطلاع ايه؟ للاطلاع فقط. دلوقتي هنتكلم على الدرس السادس. في الدرس السادس هنتكلم برضو عن ثلاث حاجات. ايه هي الثلاث حاجات؟ هنتكلم على ايه المشكلات اللي ممكن تقابلك اثناء استخدامك لشبكه الانترنت. طبعا في مشكلات كتير ممكن تقابلك، احنا مش هنتكلم طبعا على كل المشكلات، احنا هنتكلم على بعض واهم المشكلات اللي من الممكن تقابلك اثناء استخدامك للانترنت، تمام كده؟ طيب انت بقى ايه اللي انت هتقدر تعمله عند التعرض لمشكله، تمام؟ ايه اللي انت ممكن تقدر تعمله عند التعرض لمشكله، ومين الشخص اللي ممكن يساعدك عند وقوعك في مشكله ما، تمام كده؟ هناخد دول ايه بالترتيب في الدرس السادس. طيب تعالوا نشوف ايه هي من المشكلات اللي ممكن تتعرض ليها اثناء استخدامك للانترنت. اكبر مشكلتين حاليتين اللي هو التنمر، تمام، وسرقه الهويه. طيب تعالوا نشوف يعني ايه التنمر ويعني ايه سرقه ايه الهويه. التنمر هو تصرف سيء من أحد الأشخاص تجاه شخص آخر أو تجاه مجموعة من الأشخاص، تصرف سيء. التصرف السيء ده ممكن يكون إيه؟ إن مثلا ينشر لك على الإنترنت منشور خاص ليك فيه صورة مثلا، وطبعا المحتوى بتاعها ما يكونش كويس، يبعت لك رسالة والمحتوى بتاعها برضو ما يكونش كويس، يحط لك النصوص مؤذية، يعني ممكن يكتب لك كومنت أو بوست وفي كلام مش كويس عنك، أو يعرض لك صورة مش كويسة، تمام. طيب طالما فيها حاجات هتسيء ليك، سواء الحاجات دي صور أو كتابة، يبقى هو بيتنمر عليك، تمام كده؟ يعني مثلا انت عارض صوره ليك، فدخل كتب كومنت على الصوره بطريقه غير لائقه، فهو بيتنمر عليك، تمام كده؟ يبقى التنمر ده تصرف سيء من احد الاشخاص، من شخص يعني، تجاه شخص اخر، يعني واحد مثلا زميلك بيتنمر عليك، او من شخص الاشخاص، يعني يبقى مثلا انت وصحابك موجودين في صوره، فهو بيتنمر عليكم وانتم موجودين كلكم في الصوره دي، تمام كده؟ طيب ده اللي هي ايه؟ التنمر، وهو تصرف سيء من احد الاشخاص تجاه شخص او مجموعه من الاشخاص. طب خلي بالك بقى،
من المهم جدا عدم التواصل مع اشخاص مجهولين. يبقى انت عشان تمنع نفسك ان حد يتنمر عليك ان انت ما تتواصلش مع حد ايه مجهول، تمام؟ او لو في حد مثلا حب يتواصل معاك وانت ما تعرفوش، لابد من ان انت ايه تخبر ولي امرك او مدرسك ايه عشان يقوم بمساعدتك، تمام كده؟ طيب ده كان التنمر. تعالوا نشوف سرقة الهوية. يعني ايه الهوية؟ كلمة هوية، هويتك يعني معلوماتك الشخصية، هويتك يعني شخصك، تمام؟ أي حاجة بتدل عليك، كلمة هويتك يعني أي حاجة بتدل عليك. طيب اللي هي معلوماتك الشخصية زي ايه مثلا؟ احنا كنا واخدينها السنة اللي فاتت، تمام؟ كنا اتكلمنا عليها قصدي في درس قبل كده. هويتك اللي هي معلوماتك الشخصية يعني أي حاجة بتدل عليك أنت، اسمك بيدل عليك، صورتك بتدل عليك، فيديو خاص بيك بيدل عليك، تمام كده؟ في سرقة الهوية دي ممكن أي حد اللي هم اللي احنا اتكلمنا عنهم برضو في درس قبل كده وقلنا عليهم اللي هم الهاكرز، تمام؟ اللي هم بيبقوا بيحبوا يستولوا على يخترق الجهاز بتاعك عشان يسرق معلوماتك، وبالتالي ممكن يطلب منك مثلا ياخد اي معلومات خاصة بيك ويستعملها على مواقع التواصل الاجتماعي ومثلا ينشرها، تمام؟ بطريقة مش كويسة، تمام؟ فهو بدأ كده يسرق هويتك، ممكن مثلا يسرق الايميل بتاعك، يسرق الباسورد بتاعتك، تمام؟ ممكن يسرق الحساب بتاعك، الاكونت بتاعك مثلا بتاع البنك، ويبدأ يسرق فلوسك، تمام؟ فسرقة الهوية بتيجي من اشخاص اللي هم بنقول عليهم الهاكرز، عايز يأذيك بأي طريقة، يا اما يستولي على اموال ليك، يا اما ياخد حاجة تخصك وينشرها، او تخصك او تخص احد افراد اسرتك، ممكن تكون نشر صورة ليك ولاصدقائك معاك او لقرايبك، فممكن ياخد الصورة، تمام؟ وبرده ما هي هويتك وهوية اصحابك، تمام؟ فبالتالي ممكن ايه يستعملها استعمال مش كويس عبر ايه عبر شبكات الانترنت، على شبكة الانترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس او الانستجرام او اي ايه موقع من المواقع دي، تمام؟ يبقى دول اكبر حاجتين من الحاجات اللي انت ممكن تتعرض ليهم ايه اثناء استخدامك للانترنت، اللي هم البويلينج اللي هي التنمر، واللي هي ايدنتي سيفت اللي هي سرقة الهوية. طيب هو انت عشان تواجه المشكلات دي ايه اللي المفروض تعمله؟ تعالوا نشوف ايه بقى الحاجات اللي المفروض تعملها علشان لو حصلت لك مشكلة من المشكلات دي تتجنبها، يا اما مثلا تحلها، تمام؟ يا اما تتجنب المشكلة يا تحلها. احرص على اخبار شخص، والدك ووالدتك او معلمك او احد افراد اسرتك، حد كبير، تمام، تثق فيه عند وقوع مشكلة. ليه بقى؟ يعني انت مثلا وقعت في مشكله، حد تنمر عليك، حد خد، حسيت ان مثلا الاكونت بتاعك مثلا في مشكله، حد بيقول لك ده حد بيبعت حاجات مش كويسه وكده، فانت تبدا تخبر حد كبير من افراد اسرتك هو يعرف يتصرف، تمام؟ لان في بعض المشكلات اللي انت ممكن تتعرض ليها اثناء الانترنت، تمام، من الضروري في المشكلات دي بتدخل السلطات المختصة، سواء مثلا البوليس، الشرطة، تمام، اللي هي بقى هنكلم مين؟ إدارة مكافحة جرائم الإنترنت. في طبعا إدارة كده خاصة بجرائم الإنترنت، الإدارة دي تبع للشرطة، ممكن من خلال الإدارة دي لو في حد مثلا استولى على حاجة تخصك على الإنترنت، بتبدأ الشرطة دي اللي هي مكافحة جرائم الإنترنت تتحقق في الموضوع وتبدأ تساعدك، تمام كده؟ يبقى احنا دايما لازم نطلب المساعدة وما نخافش او نشعر بالاحراج. يعني انا اتكسف مثلا، اتكسف اقول لماما او اتكسف اقول لمعلمتي ان حصلت لي حاجه، لا، لازم دايما اطلب المساعده، تمام؟ لان في بعض المشاكل لابد من تدخل الاشخاص الكبار، لان هو اللي هيقول لك ان المشكله دي من الضروري تدخل السلطه المختصه او من الممكن حلها بسهوله، تمام كده؟ يبقى ديت عشان تواجه اي مشكله تقابلك لابد ان انت تقوم بالحاجات دي. طيب تعالوا نشوف كده بعض الاسئله. بيقول لك ايه؟ اختبر نفسك في بعض المواقف، وبيقول لك اختبر نفسك. يتعرض صديقك للتنمر على شبكة الانترنت وهو يشعر بالانزعاج الشديد، ماذا عساك تقول له؟ انسى هذا الامر، لنتنمر على من تنمر عليك، عليك ان تحصل على معلومات المتنمر الشخصية وننشرها ليتمكن الجميع من رؤيتها فيتوقف عن ازعاجك،
ولا عليك أن تخبر أحد أفراد أسرتك أو معلمك بما يحدث معك حتى لو لم ترغب بذلك؟ يعني إيه الموقف اللي حصل لك ده؟ حد مثلا حد تنمر عليك، إيه اللي أنت المفروض تعمله في يعني مثلا حصل لك الموقف ده، إيه اللي ممكن إن أنت تعمله؟ هتنسى الأمر ولا هتتنمر عليه زي ما هو تنمر عليك؟ ولا تاخد معلوماته وتنشرها برضو على الانترنت؟ ولا تخبر احد افراد اسرتك حتى ولو انت مش عايز، يعني انت مش عايز تقول لا، بس لازم تخبر احد افراد اسرتك او معلمك. انه الادق؟ تمام، اللي هي رقم دال عليك ان تخبر احد افراد ايه اسرتك او معلمك. تمام كده. طيب، ارسل صديقك طلب صداقة على موقع تواصل اجتماعي، يجب عليك، تمام، غلق الجهاز ولا حذف طلب الصداقة ولا التأكد من هويته ولا لا شيء مما سبق. يعني حد طلب منك ان هو ايه، إن مثلا ان طلب صداقة، من يعني ان انت تقبل صداقته، لازم تعمل ايه؟ طبعا الادق ان انت ايه، تتأكد من هويته. هتأكد من هويته هو صديقي ولا لا؟ يعني ممكن مثلا اتصل بيه واقول له ده في طلب صداقة جاني، هو انت الشخص دوت؟ لو قال لك اه، يبقى انا في الحالة دي ايه، ممكن اقبل الصداقة. او ممكن ان انا اسال برضو حد كبير، والحد الكبير ده هيبدا يتاكد، واذا تاكد من هويته يعني شخص، كلمه الهويه يعني الشخصيه، فهتاكد من شخصيه زميلي ده. تمام. طيب، تعالوا نشوف السؤال الثاني. يجب ان لا تتواصل عبر مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي معا، لا تتواصل. نشوف السؤال بيقول ايه. يجب ان لا تتواصل، تمام، مع زميلك في مدرستك ولا صديق معروف لك ولا شخص مجهول لك يود مشاركة بياناتك ولا لا شيء مما سبق. لا تتواصل، لا تتواصل مع زميلك ولا صديقك ولا شخص مجهول ولا لا شيء. طبعا يجب ألا أتواصل مع مين؟ مع شخص إيه؟ مجهول. تمام. عندما يتصرف معك أحد الأشخاص عبر شبكة الإنترنت بطريقة سيئة، يعني حد مثلا بيتعامل معك بطريقة سيئة، تحجبه وتجبر شخص راشد من أفراد أسرتك ولا ترسل إليه رسالة سيئة ولا ترسل الرسالة إلى أصدقائك للإساءة إليهم ولا لا شيء مما سبق؟ ها، إيه المفروض تعمله؟ إيه الأدق اللي المفروض تعمله؟ هتحجبه يعني تعمل له بلوك، كلمة تحجبه يعني تعمل له بلوك وتقول لحد كبير، ولا ترسل له نفس الرسالة السيئة، ولا ترسل لأصدقائك إن هم يسيئوا إليه ولا لا شيء؟ طبعا الرسالة الأدق اللي هي رقم إيه؟ رقم ألف، تعمل له بلوك، تحجبه يعني، وتخبر شخص آخر راشد من أفراد أسرتك. طيب، هنا ضع علامة صح أو علامة خطأ، ده نوع تاني من الأسئلة غير اللي اختار. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ التنمر هو تصرف سيء من أحد الأشخاص تجاه شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص. يبقى الإيه؟ التنمر ده تصرف سيء من أحد الأشخاص تجاه شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، ده صح ولا غلط؟ تمام، صح، لأن إحنا قلنا التنمر هو تصرف سيء من شخص الواحد أو لمجموعة من الأشخاص. تمام. من المهم عدم التواصل مع اشخاص مجهولين، يعني لازم ان انت ما تتواصلش مع حد ما تعرفوش، صح ولا غلط؟ طبعا صح، اشخاص مجهولين المفروض ان انا ما اتواصلش معاهم. يجب عليك الا تخبر، بص نقرا السؤال صح، يجب عليك ان لا تخبر ولي امرك باي موقف قد تتعرض له ليساعدك. يعني انت تعرضت للتنمر مثلا، مش هقول مثلا عشان هتكسف او ان انا هخاف، مش هقول مثلا لبابا او ماما او للمدرس، يبقى المفروض ان انت ما تخبرهوش ولا تخبره. تمام، لان عشان يلحقك لو الموضوع مثلا كبير وبيستحق ان احنا نكلم السلطات المختصة فهو يساعدك ان انت توصل الموضوع لحد اكبر، يا اما هو ممكن يحله لك. يبقى هنا طبعا ايه، غلط. ليه؟ لان احنا قول لا يجب عليك ان لا تخبر. تمام، يبقى الإجابة غلط. تمام، وبكده نكون خلصنا الدرس الخامس والدرس السادس في المحور الثاني، واشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.